نحن لا نعترف بمحاكمهم، هاي محاكم احتلال. حتى القانون الدولي اللي دعمهم هو بيقول هاي محاكم احتلال، يمنع ان تنظر القضايا المواطنين في محكمة احتلال. احنا بدنا نرفع محكمة قضايا الشيخ جراح في المحاكم الدولية، وهذا نداء للسلطة الوطنية. لا يجب ان نقبل ان ترفع قضايانا امام المحاكم الاسرائيلية، لانها محاكم احتلال، والقانون الدولي يقول للمواطن سيادته، واحنا سيادتنا على القدس موجودة ومؤسساتنا موجودة، ويجب ان ترفع قضايانا في محاكمنا، وان لم ترفع في محاكمنا ترفع في محاكم دولية. نحن لا نعترف لا بالقضاء الاسرائيلي ولا بوجوده ولا بوجود الاحتلال ولا بهاي الدولة الغاشمة الواهمة اللي هي عبارة عن خدعة، خدعونا فيها وخوفوا العرب فيها. لا، احنا موجودين ومنخافش، منقولها منه ما منخاف، هينا كلنا ولا واحد معه معاشي معلقة يحملها بيده، لانه احنا شعب ما بخاف ولا بنهاب. تم اختيارنا لهاي الارض مش من فراغ، تم اختيارنا لانه هون في قلوب حديد وفي هون قناعة انه هاي الارض إلنا وراح تضل إلنا وراح تشوف، والنصر قريب. وموعدنا بحكي لكل فلسطينية في الليد وبالرملة وبحيفا، قربنا قربنا قربنا، نحتفل بالقدس ونصلي صلاة العيد كلنا في القدس زي ما كنا. قربت الساعة وراح تشوفوا انه قريب جدا راح نحرر هاي البلد. ومنقول لغزة حقك علينا يا غزة، حقك علينا، حقك علينا يا غزة، حقك علينا يا غزة. بس والله والله لن نجيب حقك. كل طفل استشهد، كل امرأة، كل شاب، والله لنجيب حقه، والله بنوعدكم الا ننتصر قريبا، الا ننتصر. اصبروا اصبروا، قد ما هاي الدولة بدها تكون ظالمة احنا اقوى منها، وشبابنا هدول الجدعان اقوى منها. وبكره رح تشوفوا، ولكل العالم بنقولهم سنوات طويلة وانتوا تناصروا الاحتلال وتناصروا الظلم، عادي ما بتفرق معنا، احنا ضلينا عايشين وضلينا موجودين وراح نضل موجودين. بس كل مرة احنا اقوى من اللي قبل، وكل مرة احنا اذكى من اللي قبل، وكل مرة صمودنا اقوى من الصمود اللي قبل. رحلونا قبل وخوفونا، طلعنا من قرانا، اليوم ما بنطلع من الشيخ جراح، ما بنطلع من الشيخ جراح. اذا بيطلع بيطلع على جثثنا فقط. تحياتنا لغزة، تحيات شباب الوقت لغزة يا شباب. الكلمات قد لا استطيع ان انا اسمي سهاد عبد اللطيف.